ازاي اعرف حجم الخيط المناسب لكل غرزة؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم وفكرة جديدة، حجم الخيط المناسب لكل غرزة. امتى بستخدم خيط تخين وامتى بستخدم خيط رفيع او متوسط السمك عشان اعمل غرزة ما؟ بكل بساطة، في بعض الغرز اللي مش مهم جدا ان انت تستخدمي فيها خيط تخين او خيط رفيع، ولكن مهم فيها الابرة. زي ايه؟ زي الغرزة العدلة، زي غرزة الصدفة، زي غرزة الشبكة. كل دول بيحبوا نوعية ابر معينة اكتر منها خيوط. يعني انا لو استخدمت في الغرزة العدلة خيط تخين، فاكيد هستخدم ابرة من مقاس 7 لحد مثلا 10 او 12. ليه؟ لانه كل ما صغر حجم الابرة، كل ما الخيط معايا تخين، فالغرزة هتكون متماسكة اكتر من اللازم، فلازم اكبر حجم الابرة طالما تخنت نوع الخيط. ودايما من الافضل ان انا اكبر حجم الابرة في غرزة النات ستيتش او الغرزة العدلة. غرزة بقى زي غرزة الشبكة او غرزة الصدفة، الاتنين ملهمش حاجة محددة، بمعنى انه ممكن استخدم لهم اي ابرة، وقلنا ان الفتحات بتكون بتاعتهم واسعة لما استخدم ابرة كبيرة. ولكن في اختلافات بسيطة. غرزة زي غرزة الشبكة لو استخدمت معها الخيط ده، فاكيد اكيد انا هعملها صيفي، وممكن اكبر لها حجم الابرة او اصغرها فهيكون براحتي. ولكن لو حابة ان انا اعملها شتوي، اكيد هستخدم خيط يكون وسط. طيب، لو جبت خيط وصدف ان هو تخين، فغرزتك هتكون مقفلة شوية، ولكن لو استخدمتي معها ابرة كبيرة مع الغرزة كده، هتكون الغرزة بتاعتك شتوية وشكلها حلو وفيها خروم، فهي بتحب الخيوط المتوسطة السمك للرفيعة لو كانت صيفي. غرزة زي غرزة الصدفة او الغرزة الكلية، الغرزة الكلية برضو غرزة قايمة على الفتحات هي وغرزة الصدفة، ولكن يحبوا الخيوط المتوسطة السمك. لو تخنت الخيط، فغرزة الصدفة هيكون خرمها مش باينة ومش هتكون واو، ولكن غرزة زي غرزة الكلية هتكون تحفة فنية وهتديني تأثير تاني خالص للغرزة، وهستخدم معاها ابرة تكون متوسطة لابرة كبيرة. وبس خلاص، فكرتنا النهاردة كده تكون خلصت. امتى استخدم خيط تخين، امتى استخدم خيط رفيع نسبة لحجم الغرزة. خيوط متوسطة السمك ده افضل الاحوال لو كنت مبتدئة، او خيوط رفيعة لغرز اللاسيه زي غرزة الشبكة، غرزة الصدفة او المروحة، وممكن نضيف عليهم الغرزة الكلية لو حابين نعملها فيها فراغات واسعة. غرز شتوية زي الغرزة الكلية او غرزة العدلة او غرزة الشبكة، لو حبيت ان انا اشتغلها ممكن اتخن حجم الخيط واقلل حجم الابرة او العكس، وهتديني تأثيرات مختلفة للغرزة. اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. السوشيال لايك والشير، ومع السلامة.